الاشخاص اللي عبالهم يخلصوا سبار ياخذوا دوز اما كميه البروتيين اللي جسمهم بحاجه لها. تانية حضرت من مطبخنا فيليه برجر الغني بالبروتينات يلي هو كتير طري وكتير لذيذ. فينا نحضره بوصفه مختلفه مع الخضروات اما نحضره بالبرجر بان زابدنا. منبلش بتقطيع الخضره منحطها بالمقلايه اما بالووك، منضيف لها صلصة الصويا، زيت السمسم، البصل الأخضر، الزنجبيل الطازة، منحركن ومنقدمن حط فيليه برجر دجاج يلي بيكون انشوى. لا تخفيض السعرات الحرارية فينا نستبدل خبزة القمحة الكاملة بطبقتين من الملفوف.